السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الخوت، كي دايرين بخير؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وصحه وعافيه، كاملين بخير وعلى خير. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساو الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم الخوت عندنا اخبار على يوسف النصيري الهداف ديالنا، غادي نعرفوا شنو قال المعلق الرياضي حافظ الدراجي على يوسف النصيري. سمعوا الخوت. اكد المعلق الرياضي حافظ الدراجي في برنامجه الجديد 30 دقيقه مع حافظ أن المهاجم المغربي يوسف النصيري لاعب نادي إشبيلية خطف الأنظار بقوة من زميلي أشرف حكيمي وحكيم زياش، وكذلك من الجزائري رياض محرز وبدرجة أقل من المصري محمد صلاح. وأضاف الدراجي أن النصيري أصبح ينافس ليو ميسي ولويس سواريز على لقب هداف الدوري الإسباني، وأن المهاجم المغربي أصبح قيمة كبيرة في فريق إشبيلية بفضل أهدافه الحاسمة مع الفريق. إذن حفيظ الدراجي كيقر وكيعترف بأن يوسف النصيري ولا من احسن المهاجمين في العالم، وخطف الاضواء من زملائه اشرف حكيمي وحكيم زياش، واحتمل الجزائري رياض محرز، يعني كيعترف بانه خطف الاضواء من الجزائري رياض محرز اللي هو ولد بلاده، وبدرجه اقل من المصري محمد صلاح. نكملوا الخوت. وتابع الدراجي ان النصيري سيشكل قوه ضاربه صحبه زياش وحكيمي في تشكيله المنتخب الوطني المغربي، خاصه في التظاهرات الرياضيه القادمه ونهائيات كاس امم افريقيا في الكاميرون وتصفيه كاس العالم 2022 في قطر. اذا الخوت هذه تصريحات ديال حفيظ الدراجي. كما كتعرفوا المعلق حفيظ الدراجي راه من احسن المعلقين في العالم العربي، وكاين اللي كيقول بان هاد التصريحات ديال حفيظ الدراجي غير باغي يتصالح مع المغاربه، ولكن الا شفناها من المضمون غادي نلقاو بان الهضره ديالو كامله حقيقيه، بان يوسف النصيري كينافس ليو ميسي وكينافس سواريز على هداف الدوري الاسباني، وبالفعل انه خطف الانظار بقوه من زملائه اشرف حكيمي وحكيم زياش ورياض محرز ومحمد صلاح، يعني هادشي كامل اللي كان كيقولوا في البرنامج ديالو صحيح 100%. اذا الخوت هذه الاخبار اللي كانت عندنا اليوم على الهداف المغربي يوسف النصيري. والمهم قبل ما نسالوا الفيديو ما تنساوش الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ومع السلامه.